الجمعه البيضاء، شايف انها حقيقيه ولا لا؟ وبتشتري منها ولا لا؟ حقيقيه، زي كده اشتريت منها يعني حاجات كتيره قوي من على كذا ابلكيشن. يعني بالنسبه للجمعه البيضاء انا شايف الاسعار برده هي حتى لو يعني الاسعار عاليه جدا، اما بيجي يخفض 100 ولا 200 بتبص بتلاقي الحاجه ب 500 و600 و700، يعني دي مش اسعار. انا اللي اعرف الجمعه البيضاء تنزل 50 او 70% او 80% من قيمه المنتج. بتلاقي على الالكترونيات زي السماعات والتليفونات بتلاقي حاجات حلوه كتير. فانا لسه من كام يوم شاري كفر للسماعه الجديده وكان عليها خصم بتاع 26%، يعني الصراحة بنصح الناس انها تشتري منها. في كذا موقع بشتري منه اونلاين، ساعات بيعمل الجمعة البيضاء كويسة جدا، بس انا شايفة ان هم بيعلوا في سعر المنتج، فلما يجوا يقولوا ان في الجمعة البيضاء ان احنا نزلنا من سعره فما بيبقاش في فرق اسعار كبير قوي.